أول مباراة لفريق وفاء سطيف بشكل رسمي، يمكن بداية المباراة كنا موفقين وفي نفس الوقت ابتدينا بشكل قوي في بداية المباراة، أصفرت إن احنا نسجل هدف مبكر جدا. الهدف ده كان لابد يبقى عامل كبير للضغط على فرقة اتحاد بسكرة بشكل كبير، لكن يمكن حصل برضو تراجع في الأداء شوية، وشفنا إن كان في ندية من الفريق المنافس. طبعا يعني بقول ان عدم الخبرات شوية هو يمكن الهدف المبكر ده، مع عدم الخبرات ادى فرصة ان احنا يبقى في تراجع في المستوى شوية. وشفنا الشوط الثاني طبعا في بعض التعديلات تمت، وشفنا وفاء سطيف كان افضل بكثير في الشوط الثاني، ويمكن اداؤه اللي جاي في الشوط الثاني اسفر عن بعض الفرص، لكن الاهداف اللي جت فينا نتيجه اخطاء طبعا دي هنشتغل. الهدفين نتيجه اخطاء يعني بسيطه او سهله قوي، كان ممكن نتعامل معاها بشكل افضل، لكن بقول الحمد لله على التعادل النهارده. وفي نفس الوقت باكد تاني ان الفرقه هتبقى محتاجه وقت ان شاء الله، هيبقى هناك بعض المطبات، لكن هنمشي في طريقنا ويبقى في تحسن ان شاء الله. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.